بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، السادة الوزراء والزملاء والحضور الكرام، اسمح لي فندم أستعرض مع حضراتكم رحلة مصر واستكمل اللي قاله دولة رئيس الوزراء عن التحديات اللي كانت موجودة، ونستعرض مع بعض يمكن عشان الناس كلها تبقى عارفة إيه اللي حصل، مصر عملت ايه في التعليم في اخر 6 سنين بعد التحديات اللي شفناها، العمل الهائل اللي تم سواء في التعليم قبل الجامعي او التعليم العالي، واللي على التصنيف بتاعنا زي ما دولة رئيس الوزراء عرض، وازاي عاوزين نعد اجيال قادرة على المنافسة زي ما حضرتك امرتنا. بس عاوز اكمل على كلام الدكتور مصطفى، احنا بنينا في 6 سنين اللي فاتوا فقط 75,000 فصل بتكلفة 24 مليار جنيه، ولكن العجز اللي كنا مفروض نحله 73 ما تلمسوش، لأن 75 اللي اتبنوا كلهم راحوا في الزيادة السكانية. نحن بالكاد واقفين مكاننا بعد كل الصرف ده، بس عشان تبقى يعني الناس معنا عارفة احنا بنعمل. هنا هنركز على عملنا ايه في جودة التعليم نفسه. يمكن البذرة اتحطت في أغسطس 14 لما حضرتك شكلت المجالس التخصصية دي، كانت بيتم فيها تبادل الأفكار هنعمل إيه في التعليم وفي البحث العلمي وفي الاقتصاد وفي تنمية المجتمع. الحوار ابتدى منذ هذا التاريخ وانعكس في نفس العام في ديسمبر لما السيد الرئيس أطلق رؤية مصر في ديسمبر 14 في عيد العلم، إن إحنا من التاريخ ده كنا عاوزين مجتمع مصري، فكرة بناء الإنسان، الإنسان اللي بيتعلم القادر على التعلم اللي بيفكر وفي الآخر هيبتكر ويعمل البحث العلمي في الجامعات اللي بيبنيها الدكتور خالد. طبعا أول حاجة استثمرنا فيها كانت المحتوى. الرؤية دي كانت موجودة بدري، كانت في يناير 15 السيد الرئيس ادانا الضوء الأخضر عشان نتفاوض مع بيوت الخبرة في العالم كله عشان نجيب لمصر اللي محمد علي بعت المصريين يتعلموه بره، لا احنا هنجيبه للمصريين كلهم مش لفئة منهم. وفي مارس لديسمبر حصلت مفاوضات كثيرة جدا ادت الى اطلاق البنك ده في يناير 16، يعني احنا دلوقتي في 5 سنة له، وهنشوف ازاي الاستثمار ده نفعنا جدا بعد كده سواء في التعليم قبل الجامعي او الجامعي. في ابريل 16 بعد ما وقفنا على رجلينا شوية في المحتوى، ابتدينا نفكر في حاجة، احنا عاوزين مصر تعلى في التصنيفات، عاوزين تعليم جديد تماما وسميناه تعليم نسخة 2. قلنا الكلام ده في مؤتمر كان عامله البنك الدولي في القاهرة، الكلام ده كان في ابريل 16، ورجعنا اتكلمنا على الحلم ده كنا مسمينه الحلم في اكتوبر 16 في مؤتمر الشباب الاولاني في شرم الشيخ. بعدها على طول يعني شرفت بالتواجد في الوزارة، والرئيس السيد الرئيس كلفنا بالانطلاق في كذا محور عشان كل ناس تبقى معانا. احنا من هذا التاريخ اللي كنا بنتكلم فيه من اول 2014 هنا ابتدت نقطة انطلاقه على 6 محاور متوازية. كنا بنحاول نبني نظام جديد تماما بدءا من رياض الأطفال، نستبدل بيه اللي كان موجود وفي نفس الوقت نعدل النظام الموجود ده اللي هو تغيير نظام التقييم اللي بيحصل في ثانوي. كنا عاوزين نهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، نستورد أو نتعلم من التجربة اليابانية عن طريق المدارس والجامعات اليابانية، نهتم بالتعليم الفني، عشان كده عملنا حاجة جديدة اللي هي التكنولوجيا التطبيقية، وطبعا الاهتمام بحل مشكلة الكثافات عن طريق الأبنية التعليمية. كل ده حصل بالتوازي في زمن قصير جدا من أول 17، بس بسرعة جدا من غير تفاصيل أحاول أقول لحضراتكم التعليم الجديد لسه في ناس مش عارفة لو كانوش ولادهم صغيرين إن مصر استثمارها نمرة واحد هو إنها بتغير جلدها، بتغير تماما. احنا عاوزين طبعا نتيح التعليم للجميع، تعليم مجاني بجودة عالية تضارع الدول الاخرى. ابتدينا نجيب ورقة بيضة ونرسم عليها اطار عام للمناهج، بنينا عليه كتب جديدة. الكتب الجديدة دي حاليا موجودة في مدارسنا من KG1 لحد تانية ابتدائي، دفعة دي طلعة تالتة ابتدائي في سبتمبر هتبقى على النظام الجديد.
ده الدفعة دي الجيل ده الاهتمام بيه مركز على المتعلم نفسه، تعليم مش من أجل الامتحانات. الولاد دول ما عندهمش امتحانات لحد رابعة ابتدائي، فهم متعودين على نظام تاني، المدرسين بتوعهم متدربين تدريب تاني، المهارات اللي بنحاول نديها لهم كل كتبهم بتحاول تعلمهم الحاجات اللي في الشكل ده، حتى الاحترام، التنوع والتعاطف والتواصل وإدارة الذات، تقبل الآخر والإبداع، كل ده مبني في كل درس في كل مادة. المناهج اللي شغالين بيها معمولة مع مؤسسات دولية كبيرة جدا حول العالم، وطبقناه في 2018 يعني في سنة كنا قدرنا نحطه على الأرض في كي جي 1 وكي جي 2 وأولى ابتدائي. النهاردة وإحنا بنتكلم إحنا داخلين على تالتة ابتدائي، عدد الطلبة اللي بيدرسوا بالنظام الجديد أكتر من 8 مليون، 8 مليون وكسور، فده عدد كبير جدا. كلهم الجيل ده الجيل مختلف، وزي ما السيد الرئيس قال بالظبط احنا هنبتدي نشوف ثمرة ده، لان في رابعة ابتدائي الدفعة دي لما توصل رابعة في الامتحان الدولي بتاع OECD اللي هنعرف بقى مستواهم جنب الدول التانية. لازم كنا نستناهم لما يوصلوا سنة رابعة، هو ده السن اللي بيقيسوا فيه بيقارنوهم بالدول التانية. فاحنا قربنا جدا. الكتب دي هي كتب مصر في المدارس الحكومية موجودة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية. بس هنا في تعليقين مهمين. دي أول مرة مصر تمتلك كتبها، الملكية الفكرية دي بتاعتنا. كتب صحيح اتعملت بخبرات دولية، بس احنا نملك الملكية الفكرية بتاعت الكتب دي. الحاجة التانية الأهم في نظري اللي عمل ده مركز اسمه مركز تطوير المناهج في وزارة التربية والتعليم، اللي استوردنا فيه الخبرات الأجنبية بس علمناها للناس بتوعنا. فاحنا عندنا مركز نفخر بيه جدا ورا كل كتاب في دول معمولين لحد دلوقتي. بنسابق الزمن عشان نعمل من رابعة لستة ابتدائي على آخر أو نص التاني من 2021 هيكون عندنا مناهج من كي جي 1 لحد ستة ابتدائي. المعلم طبعا دربناه تدريب كبير جدا عشان يستطيع يعمل ده. ومناسبة ان احنا النهاردة بنفتتح طبعا الجامعة المصرية اليابانية، التعاون بيننا وبين التعليم العالي الحقيقة في كل المراحل، لان المخرجات بتاعتنا هي اللي داخلة عن التعليم العالي. فمثلا المدارس اليابانية احنا مع التعاون مع جايكا طبعا، وتطبيقا لتكليف السيد الرئيس احنا اشتغلنا على 45 مدرسة، 41 منهم شغالين، في 2 هيزيدوا عليهم السنة دي يبقوا 43، وفي 9 جايين وراهم في المرحلة اللي وراهم على طول يمكن على يناير. المدارس دي الحقيقة عليها اقبال كبير جدا، وأول مرحلة كنا شغلنا 35، هذا العدد في العام الدراسي الجديد 43 بالضبط هيكونوا شغالين، ومش قادرين من كتر الطلبات نستوعب اللي الناس عاوزاه، فبنحاول نبني أكتر. طبعا الشيء المهم كمان بعثات المعلمين اللي بتتدرب في اليابان، وده حاجة تانية بنتعاون فيها مع التعليم العالي عن طريق المكتب الثقافي بتاعنا في اليابان. في حوالي 800 معلم راحوا بيقضوا هناك 3 أسابيع، فده استثمار كبير جدا. موضوع التعلم الرقمي احنا استثمرنا فيه من اول 2017 بان احنا ابتدينا نضخ جوه بنك المعرفة من الشركات الكبرى مناهج ما كانتش موجودة في بنك المعرفة، ابتدينا نضخها في 2017 من بريتانيكا، من بيرسون، من نهضة مصر، من حاجات كتيرة جدا باللغة العربية والإنجليزية عشان نعدد مصادر التعلم. كنا بنبني ده مع تدريب الأخصائيين التكنولوجيين، ورحنا في ثانوي عملنا بنية تحتية. الحقيقة النهاردة في سبتمبر الجاي هيكون فيه في إيدين الولاد 1.8 مليون جهاز تابلت، ويبقى فيه في فصولنا في مدارسنا الحكومية 36,000 شاشة، أحدث أنواع الشاشات، وركب الفايبر في 2425 مدرسة. الثلاث سنين المرحلة الثانوية ممكن بالكامل هتكون رقمية، والسنة دي أول سنة في مصر ما نطبعش كتاب ورقي واحد في المرحلة الثانوية، هتبقى كلها رقمية.
عشان كده بنبني منصة إدارة تعلم لثانوي بالتحديد، دي بقالها 3 سنين ودلوقتي بنكملها عشان مش هيبقى فيه كتب، هتبقى هي المصدر الرئيسي. دي ثروة الدول اللي حوالينا بقت عاوزة تاخدها مننا دلوقتي لأنها مهمة جدا، خصوصا في ظل جائحة كورونا. الامتحانات الإلكترونية بقالنا 2 سنين طبعا رغم التشكيك والهجوم وكده، إنما بقى عندنا بنوك أسئلة، ودي هي الاستثمار الأكبر، بنوك أسئلة. هنا في مركز تاني احب اشكره، مركز القومي للامتحانات، زي ما في مركز مناهج احنا فخورين بيه، في مركز القومي للامتحانات هو اللي اتعلم من الاجانب نبني ده ازاي. وبقى عندنا بنوك اسئله الاولى وثانيه وثالثه ثانوي، دي اللي هنعتمد عليها في الامتحانات اللي جايه ان شاء الله. احنا في اي امتحان في المرحله الثانويه دلوقتي بنمتحن 1,800,000 طالب مع بعض في 7 أو 8 مواد، فهنا بنتكلم في ملايين من الامتحانات. احنا اثناء كورونا فقط امتحنا عملنا 10.5 مليون امتحان الكتروني وصلحناهم في فترة الكورونا فقط، فهنا خدنا خبرة كبيرة جدا على الارض ان شاء الله هنطبقها في الفترة الجاية. الفصول الذكية حل لمدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمعية والحل مشكلة الكثافات بجانب البنى التقليدي طبعا. ذوي الاحتياجات الخاصة احنا اشتغلنا معهم كتير جدا، عملنا فصول متعددة الإعاقة وتدريب معلمين، فئة مهمة جدا. عملنا إطار مناهج للتربية الفكرية، زي ما في تعليم جديد للطلبة العاديين عملنا مخرجات تعلم جديدة للمكفوفين والصم ودليل للمعلمين لهذه الفئات. عدد الطلبة ذوي الاحتياجات في مدارس الدمج زاد من 70,000 ل120,000 في آخر 2 سنين، ودربنا عشرات الألوف من المعلمين والأخصائيين، ودول مجموعة مهمة للغاية. طبعا حضرتك فندم كلفتنا في أكتوبر 18 ببناء مركز مجمع للذوي الاحتياجات الخاصة، والحقيقة أحب أشكر وزارة الداخلية كثيرا، يعني ساعدونا نبني هذا المركز في خلال 6 شهور، مركز على 8700 متر، مركز رائع الحقيقة، بيخدم 200 من ولادنا ومن أهاليهم ذوي الاحتياجات الخاصة. تكنولوجيا التطبيقية موضوع يهمنا جدا عشان نطلع منتج تعليم فني، ده بقى اللي بالتنسيق مع التعليم العالي يصب في الجامعات التكنولوجية. التعليم الفني هنا ده نموذج بيعتمد على شراكة ثلاثية علشان والمدارس دي الحقيقة عليها إقبال كتير جدا، دي شراكة مع الصناعة والقطاع الخاص وهيئات اعتماد دولية، فعملين مجموعات من المدارس، دايما الوزارة قصادها شريك من الصناعة المصرية أو القطاع الخاص، وفي جهة اعتماد دولية. اشتغلنا مع مجموعة كبيرة جدا من رجال الصناعة في مصر، حاليا في 11 مدرسة في 30 تخصص وعليهم إقبال يمكن 20 ضعف القدرة بتاعتنا على الاستيعاب. بنبني أكتر، في 10 مدارس هتبني في الكام شهر الجايين. نشتغلنا طبعا مع الإنتاج الحربي، مع إيران، مع إيجيب جولد، مع هشام طلعت مصطفى، العربي، السويدي، IBM، وي الاتصالات، تكنولوجيا الزراعة والري مع شركة الصالحية. كل واحدة من دول أهم حاجة فيها أنه الجدية بتاعت التعليم وجدية المناهج وحصول معظم الطلبة على شغل قبل ما يتخرجوا، لأن هم ال- 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 الشريك بتاعنا بيبقى عاوزهم، فبالتالي بياخدهم وبياخدوا مرتبات عالية جدا عند التخرج. يمكن الخبر يا فندم المهم نذكره هنا هو وقعنا في ألمانيا، وحضرتك كلفتنا في مؤتمر الشباب اللي كان في جامعة القاهرة سنة 2018 بالاهتمام بالتعليم الفني عن طريق إنشاء هيئة جودة عالمية، ده وقعنا في ألمانيا مع جيرد مولر، كان في أكتوبر 18 بالتعاون مع زملائي في مجلس الوزراء والتخطيط والقوى العاملة ووزارة العدل والتعاون الدولي، حطينا اللمسات إن هي المشروع قانون إنشاء هيئة الجودة اللي أعتقد يعرض على مجلس الوزراء بكرة إن شاء الله، فده حاجة تهمنا كلنا، تهمنا في التعليم قبل الجامعي والجامعي. الهيئة دي مهمة جدا علشان نعلى بالشكل
التعليم الفني في عيون الناس، نرفع دي هنا جودة المناهج نفسها، مش المؤسسة مش المبنى، المناهج والشهادة وجودة المعلمين اللي جوه المؤسسة، وهتبقى بالتعاون مع ألمانيا إن شاء الله. العام الدراسي اللي حصل فيه جائحة كورونا، الحقيقة احنا استفدنا فيه من كل الاستثمار اللي كنت بعرضه على حضراتكم، لولا ما كناش قدرنا، مصر ما كانتش قدرت تقف على رجليها أثناء الجائحة دي. احنا طبعا الأطفال اللي هم لحد سنة تانية ابتدائي دول ما كانوش محتاجين امتحانات لطبيعة النظام بتاعهم، فقدروا يكملوا عادي. المنطقة اللي فيها أولى وتانية ثانوي كان معاهم تابلتس، فقدرنا نعمل لهم أونلاين إديوكيشن ببساطة، كان عندهم كل المحتوى وكل امتحانات. هنا طبقنا الامتحانات في البيوت، يعني قدروا يمتحنوا في بيوتهم وتتصلح وينجحوا. الثانوية العامة طبعا كانت ملحمة بقى، اشتركت فيها الدولة كلها علشان ننزل الولاد على الأرض ويمتحنوا، ومشيت بسلام. طبعا حضراتكم فاكرين في كل مرحلة من دول حجم التشكيك اللي كان سيادة الرئيس بيتكلم عليه والمقاومة الشديدة، ولكن ان احنا نعلم ولادنا من تالتة ابتدائي لحد الاعدادية يعني ايه بحث، ويعني ايه ريسيرش، ويعني ايه مرجع، وهنسلمهم بعد كده للدكتور خالد في الجامعة يستفيدوا من الجامعات الجديدة دي. فاحنا ابتدينا نعلمهم حاجات ما كانتش بتتعمل قبل كده، طريقة تقييم مختلفة، منصات كتير دخلوا عليها. يكفينا انه منصة ادمودو دي اطلقت وبعد اسبوعين واحنا قاعدين في البيت وفي حظر تجوال كان عليها 12 مليون طالب وحوالي مليون من اولياء الامور وصلوا لها، ومن جميع فئات المجتمع. فده كله حصل في الشهور بتاعت كورونا، بس استفاد مما سبق. اللي جاي أصعب، لأن احنا الأرقام اللي كان دكتور مصطفى بيقولها 23 مليون طالب وبالكثافات اللي كانت موصوفة، عندنا بقى جائحة كورونا، فعاوزين تباعد اجتماعي، يعني فصول فيها أكتر من 70 وعاوزين تباعد اجتماعي. دي مشكلة حسابيا صعبة جدا، بس لعله واحنا بنحل المشكله دي نقدر نحل جزء من مشكله الكثافه المزمنه من غير بحل غير تقليدي، يعني باستخدام مزيج من اعاده التنظيم بتاع الاوقات والمناهج واستخدام الجزء الرقمي شويه عشان نعوض الوقت اللي محتاجين نقعده جوه الفصل. فاحنا اتكلمنا في ده، مش هشغل حضراتكم بيه قوي، بس عاوزكم تشوفوا الارقام بتاعت الولاد، حجم المشكله. يعني المنطقه اللي هي من كي جي 1 لتالتة ابتدائي بس فيها 8 مليون، ودول غالبا اللي عندهم الكثافات العاليه جدا، هم دول. بعد كده من رابعه لستة ابتدائي 6 مليون، يعني لسه احنا في المرحله الابتدائيه. الاعدادي فيه 5 مليون وكسور، وبعدين الثانوي اللي هو كله ديجيتال دلوقتي بقى 1.8 تقريبا. يعني احنا هنوزعهم على الايام بشكل، يعني هنعمل تبديل وتوافيق، ومدين صلاحيات كبيره قوي على الارض المدير المدارس، بحيث الفصل المسافه بين اتنين ما تقلش عن متر ونص. فهنحاول نعمل كده، وقد ده يكون يدينا افكار لحل مشكله الكثافه بشكل مختلف. طب هيذاكروا منين؟ هنا احنا عارفين انه يا دكتور طارق لو سمحت اشرح اللي فات ده كويس، ما اقصدش كويس للناس اللي بتسمعنا، انت بتتكلم على نظام حضور مش كده؟ ايوه، مختلف عما كنا عليه. ايوه، وبالتالي لو سمحت نرجع للوحه اللي قبل دي. حضرتك هنا. ايوه. اللي هو اللي انتوا الطرح اللي انتوا عاملينه واللي احنا رحنا له غصب عننا مش كده؟ ايوه ده رحنا له عشان احنا نقدر نخش العام الدراسي الجديد في ظل الكورونا اللي لسه ما خلصتش. ايوه، واللي محتاجه مننا كلنا ان احنا ننتبه لها عشان نفضل محققين يعني الاستقرار اللي احنا حققناه في الموضوع دوت. فالكلام اللي الدكتور طارق بيقوله هنا بيتكلم على نسب حضور لفترات حضور مختلفة عما كنا عليه. بالظبط. انا بس عايز يعني نشرح ده. لا حاضر. هو الفكرة فندم انه مثلا نمسك يعني منطقة معينة زي المرحلة الابتدائي لحد تالتة ابتدائي، دول اطفال صغيرين، دول ليهم طبيعة خاصة، دول محتاجين المدرس اكتر من الاكبر عمرا مبدئيا، ودول ما عندهمش امتحانات فتقييمه كله بيحصل في الفصل، ودول اكثر فئه غير معرضه للاصابه بس هي ناقله
زي ما معالي وزيرة الصحة شرحت لنا، بنتعاون كثيرا مع وزارة الصحة في الإجراءات المطلوبة هنا. في مدارس عندنا فترة واحدة وفي فترتين، فاحنا عاملين جداول يعني زي خلف خلاف بقى بينهم، وهندي ده كله ضوابط لمدير المدرسة. لسه مدير المدرسة هياخد الصورة دي وهيفصل جدول في مدرسته، لأن كل مدرسة في عدد مختلف من الفصول وفيها جغرافيا مختلفة وعدد مختلف، في مدارس ابتدائي بس، في مدارس ابتدائي وإعدادي، في مدارس كل الفصول، فهنا بتفرق. فكل مدرسة هتحط جدول متعمدة بستخدم الأيام مع الفراغات كلها مع جميع أيام الأسبوع، بحيث نوصل النتيجة اللي احنا عاوزينها، ان مفيش فصل هيزيد عدد الولاد فيه عن بين 15 و20، حتى زكاة الكثافة الأولانية 70، هنفرشهم على المساحات الموجودة والأيام. عشان كده واحنا بنعمل ده هنلاقي مثلا ان الإعدادي كله هيتقسم 3 مجموعات، كل مجموعة هتحضر 2 في مدارس الفترة الواحدة على سبيل المثال، هيبقى عندنا يا سبت و3 يا حد و4 كده. الثانوي هيجي 2 في الأسبوع وده متغطي بالكامل. فكل دي نماذج مختلفة. عندنا بقى على الأرض 60,000 مدرسة، هيبقى فيه 60,000 جدول، والجدول قسمين، هياخدوا كتيب اليومين، لو أنا هحضر 3 أيام مثلا هيبقى فيه جدول الحصص التقليدي، وفي 2 بقى لسه في البيت ليهم جدول برضو. فبنقول لولي الأمر ابنك أو بنتك في البيت لازم يتفرج على التلفزيون الساعة كذا، يخش على المنصة دي يحل الواجب ده هناخده منه، يدخل على منصة إدمودو، في جدول للشغل في البيت. فده مش أجازة، مش هنسيبهم أجازة، ولسه هوري حضراتكم هنعمل إيه معهم في التربية الرياضية، لأن في أيام قاعدين في البيت. يعني إذا كان وصل للناس كلها اللي الدكتور طارق بيقصده، إن اللي إحنا الحضور في المدارس هيتروح بين 2 ل3 أيام فقط في الأسبوع، مش كده يا دكتور طارق؟ أنا عايز أوصل المعنى ده والرسالة دي بوضوح للمواطنين، للأسر، إن أنتم هتجدوا نظام مختلف عما كنتم عليه. أنتم كنتوا بتودوا الأولاد من السبت أو من الحد للخميس، النهاردة أنت بتتكلم يا إما 4 أيام هنحضرهم، مش كده؟ أو 3 أيام، وفي بعض المدارس هيبقى 2 بس، مش كده؟ بالظبط. ده اللي أنا عايز الناس تبقى تستقبله وتبقى واضح بالنسبة لها أن هو معمول لأسباب كتير، منها السبب الرئيسي ده إحنا لمجابهة جائحة كورونا. بالظبط، مش كده يا دكتور؟ بالظبط. ده اللي أنا عايز أوصله لكم، يعني أنتم ما تندهشوش، ما تستغربوش ان احنا بنقول ان الطفل او الطفلة هيحضر 3 أيام بس في بعض المدارس، ومدارس تانية هيحضر 4 أيام بس. ده الموضوع مرتبط بحجم المدرسة وحجم الطلبة اللي جواها، مش كده يا فندم؟ هو حفاظا عليهم يا فندم. انا بتكلم، عايز اقول لهم ده، عشان احنا لما قلنا تعالوا اتكلموا في اليوم بتاع الافتتاح عشان الرسالة توصل للناس بوضوح، لان مفيش افضل من اليوم ده ان احنا نبلغ بوضوح الحكاية ونكمل شرح بعد كده في البرامج في الاعلام الموضوع ده بتفصيل اكتر عشان تصل لكل اسرة الحكاية ماشية ازاي. فضل. بالضبط يا فندم، هو هيحضروا بنفسهم عدد معين من ايام المدرسة هتبلغهم بيها، وهتبلغهم بالواجبات اللي مفروض يعملوها في الايام الاخرى او الانشطة الرياضية اللي هنطلبها منهم، ويتم تقييمها برضو. فيظل الاسبوع الدراسي نفس عدد الايام والساعات، احنا ما اختصرناش في المنهج ولا في اعمال السنة، وهناخد غياب في الايام المطلوب يجوا فيها، وهناخد غياب في البيت على الحاجات الالكترونية والحاجات اللي لازم تتعمل لانه لازم يلتزموا. بس هيذاكروا ازاي بقى وهم مش في المدرسة؟ هنا هيأتي الاستثمار اللي اتعمل قبل كده. بقى عندنا الحقيقة حاجات وبنزود عليها. احنا المنطقة اللي لحد تالتة ابتدائي ما فيهاش مشكلة خالص، دي بتروح المدرسة وبتاخد التعليم مباشر. اللي في ثانوي عندهم ادوات رقمية كتيرة جدا. المنطقة اللي في الوسط اللي هي من رابعة لحد الاعدادية هي دي اللي فيها التحدي بالنسبة لنا، والمنطقة دي برضو فيها 12 مليون طالب، في عدد كبير مش كلهم نضمن ان عندهم انترنت. وبالتالي احنا بنعمل مشروع قومي ضخم جدا
على القنوات التعليمية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ومع نايل سات ومع حاجات كتير، هنحط يعني إن شاء الله مناهج من رابعة ابتدائي للثانوية العامة، كل حصة في كل مادة هتكون على الهواء على مدار الأسبوع، وهيتعمل لها إعادة وهتتحط على يوتيوب. كده هنسجل مكتبة مصرية لمناهجنا من رابعة ابتدائي للثانوية العامة على القنوات التعليمية لمن لا يستطيع الوصول إلى المنصات الرقمية. لو يقدر يشوف المنصات الرقمية هيلاقي بقى حاجات فوق ده كمان، هيلاقي حاجات كتيرة جدا من أول مكتبة الرقمية اللي طالعة من بنك المعرفة دي، فيها يعني كل المناهج من كي جي 1 لحد الثانوي. وبعدين هيلاقي منصات جديدة، في منصة للكتب التفاعلية بتتبني، ومنصة للفيديوهات بتتبني على مستوى عالي جدا، ومنصة الفصول الافتراضية اللي هي إدمودو، وخدمة جديدة اسمها اسأل معلم، حاجة زي أوبر بس بدل ما أجيب تاكسي هجيب هسأل سؤال ومعلم هيرد عليه، أشرحها لحضراتكم. فده كله هيتواجد، اللي ما عندوش ده هيقدر يخش قنوات تعليمية ونديله جدول بكده. واحنا يعني يسعدنا يا فندم انه استجابة لتكليف حضرتك اديتهولنا في مؤتمر سابق بان احنا نعمل كتاب للقيم واحترام الاخر، فاحنا بنقول لحضرتك كتاب جاهز وهيدرس من اكتوبر ان شاء الله. نفسي نشتغل على ان المدارس والمدرسين والطلبة يتعلموا ازاي يتعاملوا معانا صح، وندرس مادة احترام الاخر في المدارس والجامعات من اول لحظة. يا مهند احنا هنعملها فورا فورا. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. هو مهند يعني حاضر معنا النهاردة علشان يبقى سعيد باللحظة ان الكتاب اللي هو كان نفسه فيه اتعمل. الكتاب ده فندم بيشرح قيم كتيرة جدا بنفس الطريقة. بنفس الطريقة بتاعت المناهج الجديدة، وهنمشي فيه إن شاء الله من سنة لسنة. بس يمكن بالمناسبة دي عاوز أقول إنه زي ما عندنا مهند وزي ما شفنا إبراهيم وزي ما شفنا الشخصيات، في نماذج في ولادنا يعني في الملايين اللي عندنا في تربية التعليم مشرفة للغاية، احنا بس اخترنا اتنين نحب نوريهم يعني لحضراتكم تشوفوهم. رايحين بقى عند دكتور خالد قريب، محمد و معنا محمد ورودينا، اتفضلوا. محمد علي سعد، محمد رمضان، شاب جميل من مدرسة بشبيش الثانوية المشتركة الحكومية في محافظة الغربية، ورودينا من مدرسة النور والأمل في مصر الجديدة. يعني محمد الأول، محمد نعرف أنه دخل الثانوية العامة وهو يعاني من مشاكل صحية قاسية جدا، فسيبه بقى هو يقول لنا عمل ايه. اتفضل يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس، انا محمد علي، ربنا اكرمني بسرطان حد في الدم وانا في تانية ثانوي، والحمد لله ما يئسش ولا استسلمت واتمسكت في امل ربنا. الحمد لله ربنا اكرمني بمجموع 98.5% في الثانوية العامة، ودخلت كلية طب الاسنان برنامج مانشستر، والحمد لله قدرت احقق حلم حياتي وقدرت افرح والدتي، وان شاء الله مكمل باذن الله لاعلى الاماكن. رودينا اتفضلي. يا رودينا. انا رودينا سعد، قبلت التحدي خلال الثانويه العامه، اتحديت نفسي والوقت وكمان مذاكره، والحمد لله اجتهدت عشان اقدر اتغلب على كل العقبات سواء كانت ماديه او معنويه، والحمد لله ربنا وفقني ان انا اوصل للمركز الاول على مستوى جمهوريه مكوفين، مجموع 97.5%. ان شاء الله دي يعني مش النهايه لمشوار تفوقي، بالعكس دي بدايه لطريق طويل، والخطوه الاولى فيه هتكون انا ان شاء الله التحق بكليه اعلام جامعه القاهره. في البدايه انا مبسوطه جدا، انا فرحت اهلي ومدرسيني اللي تعبوا معايا خلال السنه، مبسوطة أنا قدرت أوصل لهدفي، وإن شاء الله أتمنى أن أنا أكمل بنفس التفوق إن شاء الله. شكرا. أنا بهلك، استني يا رودينا بس استني شوي عشان نحييك، نخلي الناس كلها اللي قاعدة توجه لك التحية ليك يا محمد وليكي
يا رودينا على التغلب على كل الظروف الصعبة والنجاح المتميز. ألف مبروك. ألف مبروك. وألف مبروك. ألف مبروك ليكي يا رودينا. وأنا عايز أقول النموذج لمحمد ورودينا بيقول إيه؟ أن رغم كل التحديات لكن بالإرادة والإصرار والجهد والثقة في النفس حققوا النتيجة دي. وفي غير منهم كتير نماذج يمكن ما تكونش موجودة معنا دلوقتي، ده بيدينا احنا الأمل ان احنا رغم كل التحديات اللي عندنا هنقدر ننجح فيها ونتجاوزها. ايوه، فمبروك محمد، مبروك يا رودينا، وارجو ان احنا لو سمحتم نحييهم. انا مش عارف اقدم لكم ايه يا رودينا، نفسك في ايه تاني غير انا بدات برودينا محمد عشان هي يعني فتاه يعني. اتفضلي، نفسك في ايه يا بابا؟ هو انا يعني ان شاء الله نفسي ان انا اكون صحفيه متميزه. انا الحمد لله بكتب مقالات وقصص قصيره من صغري، فنفسي ان انا استغل الموهبه دي في ان انا اخدم بلدي باني اعرض قضايا ومشكلات اسلط عليها الضوء. طبعا المجهودات ما شاء الله مبذوله، وطبعا حضرتك سيد الرئيس مشكور عليها، لكن انا يعني حابه ان انا يكون ليا دور بقى واقدر اساهم في اني اساعد الناس واساعد اي حد محتاج ان هو يتسلط الضوء عليه اكتر يعني. واحنا عايزين دورك ده، بس قول لنا ايه اللي ممكن نعمله معاك دلوقتي لو كنت مجهزه حاجه يعني. لا، هو انا يعني ان شاء الله هدفي هي كليه اعلام جامعه القاهره، دي هتنمي موهبتي اكتر يعني ان شاء الله. ان شاء الله. محمد، انا نظرا للظروف اللي عديت فيها بلدنا ما فيهاش مستشفى، واحنا عددنا اكتر من 200 مليون نسمه. 200 مليون 200 الف. طيب يا محمد، فكان نفسي يتعمل مستشفى في البلد. والله احنا كلنا نفسنا نعمل مستشفى في كل حته يا محمد، وده مهم. شوف النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شويه، والنهارده ابننا بيقول ايه يا دكتور مصطفى؟ انا مش بقول لدكتور مصطفى اعمل او ما تعملش، الدكتور مصطفى بيعمل اقصى ما يمكن يا محمد، لكن المطلوب في ظل انا مش عايز اخلي اللحظه الجميله ديت يعني نتكلم فيها كتير، لكن حاضر حاضر لاجل خاطرك يا محمد. حاضر. ومتشكرين يا رودينا، ومتشكرين يا محمد، وربنا يديكوا الصحه ويوفقكم، ونشوفكم دايما محققين ودايما قدام، وتدوا المثل الجميل لينا كلنا. شكرا جزيلا. شكرا. يعني يمكن فندم الموضوع السنة الجاية يعني محتاج الناس تلتف حواليه، هو التغيير اللي هيحصل في الثانوية العامة. هو التغيير مش مفاجئ اطلاقا، احنا ابتدينا النظام ده في 2018، فالدفعة اللي دخلت اولى ثانوي 2018 هي دي الدفعة اللي وصلت اخر الخط وجاية تمتحن حاليا الثانوية العامة. فالدفعة دي بقى لها سنتين بتمتحن الكترونيا، وبقى لها سنتين بتاخد نوع الاسئلة الجديد، فهم اتمرنوا عليه. وراهم دفعة تانية ثانوي طبعا اللي في ظهرهم، ف ده مش جديد عليهم. يمكن الجديد اللي حضرتك ذكرته هو حاجتين، انه الامتحانات في العالم كله ما بتبقاش امتحان واحد بيدخل فيه مليون طالب، هو بيبقى امتحان على مستوى معين من الصعوبة عن طريق فكرة بنوك الأسئلة اللي احنا استثمرنا فيها. فاحنا هنعمل 4 نماذج امتحان من نفس المستوى في الصعوبة بالضبط من بنوك الأسئلة. مفيش أي عنصر بشري في تصميم الامتحان ده، كل ده الكمبيوتر هو اللي بيعمله بناء على تعليمات بتتحط له. الأسئلة اللي جوه الامتحانات دي كمان هتتغير ترتيبها، بحيث مفيش 2 في مصر يبقوا قاعدين جنب بعض معهم نفس الحاجة، ولكن يشتركوا في مستوى الصعوبة. ده علشان ما يبقاش في غش الكتروني، وطبعا ما فيش تسريب، لان ما فيش الامتحان بيتعمل قبل ما بيطلع بثواني، فبالتالي ما فيش فكرة التسريب ولا الورق ولا الطباعة ولا الكنترول ولا الحاجات دي خالص. فكرة الفرص دي علشان عاوزين الولاد تتحرر من فكرة ان ده حياة او موت، ان كل احلامهم ممكن تروح في امتحان واحد في ساعة في يوم غير موفق. حرام يبقى دي الحياة، وحرام يبقى ده فكرة الناس عن التعليم.
عاوزين نرجع لهم متعة التعليم ونشيل رهبة الامتحان. وفي أي لحظة أي حد عاوز ياخد فرصة تانية، عاوز اضطر يسيب المدرسة ويشتغل وعاوز يرجع تاني يكمل ويجتهد، نديله اللي هو عاوزه. فهنبتدي نحط فكرة إنه زي ما كان في دور أول ودور تاني، مش هنسميه كده، نسميها فرص امتحان متكررة. حضرتك تقدر تخش في يونيا في مادة أو مادتين عاوز على مستوى المادة، عاوز تاخد فيهم نمر أعلى تقدر تخش في الفرصة اللي وراها. طبعا ده بننسق بقى أنا والدكتور خالد هنتعامل مع ده إزاي في فكرة التنسيق، في تنسيق بيننا دايما. وده يمكن لحظة مهمة في مصر إن احنا نقضي على الثانوية العامة اللي لسنين يعني أعتقد في رأيي بوظت التعليم المصري بالكامل وحولته إلى صراع محموم على الدرجات بأي شكل وبلا أي مهارة إلا في عدد صغير من الطلبة الجادة يعني، إنما الغالبية كانت بتبحث عن نمرة فقط بأي شكل. وبالتالي ده بيتشاف في الجامعة طبعا وبيتعب الجامعات جدا إنها تعوض الفرق في المهارة المطلوب عشان يقدروا يبقوا مهندسين ودكاترة. فدي أعتقد حاجة إن شاء الله تبقى سنة مميزة للجيل ده، ونشوف مستواهم لما يطلعوا بقى عند الدكتور خالد وما يشتكيش الدكتور خالد من المجاميع العالية زي زمان ان شاء الله. يعني احنا شغالين فن، واحنا بنتكلم عشان نواجه جائحة كورونا، المنصة اللي معمولة لثانوي واللي هم سمعنا بالعربي وبالانجليزي هتغنيهم عن كل ما عداها وعن الكتب اللي مش هنطبعها، بس هنديها لهم رقمية وهنديها لهم تفاعلية في صورة اي بوكس. فبنعمل مكتبة للدروس كمان الالكترونية، فيديوهات عالية المستوى بيدرسوها معلمين افضل المعلمين المعتمدين في استوديوهات احنا بنشرف عليها، وهنعلمهم ازاي يحلوا نوع الاسئله الجديد في المكتبه بتاعه وزاره التربيه والتعليم. دي هتبقى للمرحله الثانويه والشهاده الاعداديه. الاي بوكس دي منصه جديده تماما، هنعمل كتب تفاعليه. احنا عندنا 172 كتاب اوريدي، حولنا منهم حوالي 80 لحد النهارده قبل ما العام الدراسي يبتدي في صوره انتراكتيف او كتب تفاعليه، كتب المناهج المصرية كلها. ده مشروع بقى يعني طموح جدا، ان نفسنا فندم ان كل طالب في مصر مش بس بتوع الثانوي يكون يقدر يصل للمحتوى الرقمي او الانترنت، لو احنا عاوزين يعني موضوع مصر الرقمية يعني يغطي التعليم كله. لو كنا عاوزين ده لازم من رابعة ابتدائي لحد الاعدادية كل طالب من دول حوالي 12 مليون يبقى معاه جهاز. فاحنا في مشروع بنفكر فيه بس يعني هنقول تفاصيله لما تكتمل، بحيث نعطي فرصة لكل طفل في مصر من رابعة ابتدائي الإعدادية يكون معاه جهاز بشكل أو آخر. مش الدولة هتجيبه وتديهوله كما في يعني بعض الإشاعات، لا، إنما هنحاول نجيبه بسعر مخفض جدا، الدولة تشترك في تخفيض سعره وتتيحه بدون فوائد بالتعاون مع شركات المحمول. هنلاقي حل، افضل حل ممكن اتاحته لولادنا من رابعه. ليه؟ عشان يقدروا يستفيدوا من كل المنصات اللي احنا بنتكلم عليها دي، وما يبقاش في فرق بين اي طلاب وبعض. قنوات التعليميه ده المشروع الحالي اللي بنبنيه ليلة نهار يعني، عشان ولادنا في الايام اللي هيبقوا قاعدين في البيت هيبقى متاح ليهم الماده الدراسيه على هذه القنوات. حضرتك برضو يعني دائما تشجعنا على موضوع اللياقة البدنية والتربية الرياضية، فاحنا بنتعاون مع وزارة الشباب بشدة ومع جهاز الرياضة في قوات مسلحة، علشان طبعا هنعمل الرياضة مادة نجاح ورسوب في سنوات النقل وعليها تقييم، والأنشطة الرياضية هتكون أساسية في الأيام اللي مش هيجوا فيها المدرسة. فدي حاجة بنوضبها دلوقتي بالتعاون مع الوزارتين في ضوء الأعداد الموجودة عندنا يعني. المعلمين فندم يعني مجموعة مهمة جدا، وأعتقد أنه زي ما دايما بنتكلم عن القوات المسلحة والداخلية على أنهم جناحي الأمن في مصر، وطبعا الجيش الأبيض اللي الحقيقة عمل رائع أثناء جائحة كورونا، جيش الأطباء، في جيش ممكن أسميه جيش المعرفة أو جيش المعلمين. أعتقد أن أنا حابب أشكرهم على ما فعلوه أثناء جائحة كورونا والفترة اللي فاتت، وإيه اللي قدامهم، لأن هم طرف أصيل في كل ما هو قادم. فأنا بس حابب أشكرهم وأتمنى أن احنا نقدر نخلي السنة دي سنة جيدة لهم يعني بإذن الله، لأن احنا من ناحيتنا
هنعمل كل المنصات دي وهنخلي بطريقة بنموذج اقتصادي يسمح للمعلم انه يبقى له نصيب في اي دخل يأتي من احد هذه المنصات. فكل اللي هيدرسوا معنا في المنصات هيبقى ليهم دخل اضافي. وكمان هنرجع مجموعات التقوية في المدارس علشان نقنن موضوع الدروس الخصوصية والناس اللي بتعمل في التعليم بلا اي مرجعية تربوية، ونحمي الولاد من مخاطر كورونا ومن مخاطر انهم يروحوا في اماكن احنا مش عارفين مين يمتلكها. فمجموعات التقوية هيبقى فيه قرار جديد هيبقى مجزي جدا للمعلمين عشان يعملوا داخل مدارسهم بشكل قانوني والولاد يتم الحفاظ عليها ونبقى عارفين اكاديميا هم بياخدوا ايه. فده هيبقى تغيير كبير جدا السنة دي. المجمل يعني في تفاصيل طبعا كتيرة جدا، انا بس عاوز اقول ان السنوات الدراسية المرة دي من رابعة ابتدائي للثانوية العامة بعد 6 سنين من الاستثمار بقى عندنا هذا العدد الهائل من المنصات، القنوات التعليمية، كل واحد في الاعمدة دي مشروع قومي لوحده. يعني القنوات التعليمية دي عشان نملاها بالدروس دي للسنوات دي ده عمل هائل الوزارة كلها تشتغل عليه. طبعا الليرنينج مانجمنت سيستم موجود في ثانوي بالكامل، ده استثمار 3 سنين. المكتبة الرقمية جاية من بنك المعرفة موجود فيها المناهج كلها بالكامل، دي مش كتب بي دي اف، يعني المكتبة الرقمية دي جواها مصادر تعلم كتير مش مجرد كتب نسخة من كتاب الحكومة، فيها حاجات فنية جدا. منصة البث المباشر زي منصات الافلام اللي الناس بتشترك فيها دي شغالة، الوزارة عاملاها ليلة وشغالة في الصيف كمان. مكتبة الدروس الإلكترونية، الحاجة اللي جنبها نجمة برتقاني هتكون ليها تمن محدود، وأي حاجة عليها علامة صح خضراء دي مجانية. فالدولة مقدمة مجانا كل ما هو مطلوب انه ياخد تعليم مميز. اللي عاوز خدمة إضافية أعلى من كده سواء كتاب تفاعلي عالي بدل ما يشتري كتاب خارجي أو درس الكتروني بتاع الوزارة اللي على المنصة بتاعة الدروس الالكترونية، دول هيبقى ليهم تكلفة تمثل 20-30% مما كان يدفعه في الدروس، بس هياخد حاجة معتمدة من الوزارة. ساعتها نقدر الدخل اللي الاهالي بيدفعوه في هذه الاشياء تأخذ منه الضرائب في الدولة والمعلم ياخد نصيبه، الوزارة مش عاوزة حاجة، احنا هندي ده للمعلم وللمدارس نحسن البنية التحتية. ف اسأل معلم دي برضو منصة جديدة. هو من 3 سنين أو 4 سنين كانت الصفحة دي فاضية، يعني ما كانش في حاجة في التعليم المصري غير كتاب الحكومة والفصل. فاللي موجود النهاردة برغم المقاومة لبناء كل واحدة من دول إلا أنه أصبح عندنا هذه الذخيرة من الأدوات، الأدوات متعددة جدا، وعشان كده قادرين نتعامل مع حاجة زي جائحة كورونا. فإحنا اهتمينا قوي باعتماد المواد بمجموعات تقوية بقنوات تعليمية بمصادر تعلم اللي كانت في الجدول، وبالتالي يبقى من المنطقي ان احنا ما نسمحش بالدروس الخصوصية اللي اكلت يعني اموال رهيبة من الاولياء الامور ولم تؤدي الى تعلمهم على الاطلاق ولن تفيدهم في شيء من اول السنة دي، لان ملاش اي علاقة بالامتحانات اللي هتيجي في الثانوية العامة، حذرنا منها كتير بس اديناهم البدائل. ففي الحالة دي هنضطر نمنع موضوع الدروس الخصوصية بالكامل. في المفاجأة بقى الاخيرة ان احنا اتكلمنا مع حضرتك كان يوم 1 سبتمبر عن الدبلومة الامريكية، وكانت في ازمة رغم انها شهادة الحكومة المصرية مش هي المسؤولة عنها، ولكن ولادنا اللي فيها كان عندهم مشكلة. الامتحان الامريكي وقع في العالم كله اللي هو السات ما تعملش بسبب كورونا، حاولنا نلاقي لهم امتحان امريكي بديل ولقينا فعلا اللي هو امتحان الاي سي تي، واتعمل في 11 و12 سبتمبر. بس علشان مصر ما تبقاش معرضة لأي قرار خارجي ونبقى أولادنا يعني تحت رحمة هذا، احنا عملنا نجحنا في الوزارة في 3 أسابيع الحقيقة نعمل امتحان جديد مسمينه الإيجيبشن سكولاستيك تيست أو EST. ده امتحان مصري 100% بيقيس درجة تحصيل طلاب الدبلومة الأمريكية، وهو بالتعاون مع التعليم العالي هيبقى
يسمح لهم بدخول الجامعات المصرية كما هيبقى في معادلة بين الـ EST والـ SAT أو الـ ACT. فده خبر أعتقد مهم جدا لولادنا اللي في الدبلومة الأمريكية، لأن في مصر أكتر من 500 مدرسة. إحنا ده خد من دولة الإمارات 5 سنين عشان يبنوا امتحان زي ده. إحنا في مركز القومي للامتحانات وفي الوزارة بجهود المصريين في الوزارة عملنا ده، وإن شاء الله هنعلن في الأيام الجاية هنعمله إمتى، وغالبا هنعمل أول امتحان منه إلكتروني لولادنا هنا قبل نهاية شهر سبتمبر بإذن الله زي ما وعدنا. ف يعني متالي كفاية علينا هذه التفاصيل. إحنا بس السنة دي شايفينه رغم يعني ان دي حاجة غريبة ان الناس خايفة من كورونا، شايفينه عامل عودة للمدرسة. الولاد تحضر وتيجي المدرسة لمجموعات التقوية وما تطلعش من البيت لأي مكان آخر، مش محتاجين يروحوا مكان آخر، مش محتاجين يشتروا كتب خارجية ولا دروس. عام هنضبط فيه الجودة، وعام اللي احنا نفسنا نقدر فيه المعلم اللي يعني تعب كتير ومطلوب منه كتير، وإن شاء الله نعرف نقدره في عام 2021. وشكرا لاستماعكم. طب أنا بشكرك يا دكتور طارق، واسمح لي أن أنا في تعليقي على العرض اللي حضرتك عرضته ده أقول أن في موضوعات محتاجة مننا كدولة مع المواطنين نشتغل عليها. يعني أنتم أول نقطة عايز أقولها للدكتور طارق وللقطاع التعليم بالكامل، احنا بنشكركم على جهد خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا في بناء مناهج بتعتبر من افضل مناهج، مش هقول الافضل، من افضل مناهج التعليم في العالم. وده امر كان حلم بالنسبة لنا ان احنا يعني نقدر نوصل ونبقى عندنا منهج معتبر. كل الدنيا النهاردة او الناس اللي هم المتخصصين في هذا الموضوع في العالم بيقدروا هذا الامر بشكل، بيقول لك المنهج او المناهج يا دكتور مصطفى اللي اتعملت في مصر ده تصنف تصنيف عالي جدا جدا. واحنا ما عملناش عشان نتصنف، احنا عملناها عشان نعمل جوده لتعليمنا اللي احنا بنقدمه. فانا بقول الكلام ده للناس عشان تبقى بتسمعه وتطمن على ان احنا المسار اللي اتحركنا فيه. ومش عايز اتكلم كتير على ان عمليه التشكيك اللي صاحبت الاجراءات ديت كانت كتير، وبرضو ممكن خلال المرحلة اللي جاية يا دكتور مصطفى نجد تشكيك، وده أمر محتاج مننا احنا ننتبه له كويس. لكن اللي أنا عايز أقوله هنا إيه، إن الدولة بذلت جهد كبير جدا في كل الموضوعات اللي بيتم طرحها دلوقتي أو طرحت النهاردة، لكن عملية الإنجاح الجهد ده هو جهد مشترك بين الدولة وبين المواطنين. يعني النهاردة اللي تم طرحه ده إن ما كانش فيه الثقة من جانب الناس في اللي احنا عاملينه، عاملين حاجه عظيمه قوي قوي، ويحاولوا ينجحوا الفكره معانا، هيبقى ايد واحده اللي بتسقف ولا انا مش واخد بالي بالظبط؟ مظبوط. دي نقطه. النقطه الثانيه انا بس عايز اقول، بما ان احنا قلنا ان هيبقى في طلبه بتدرس في البيت، فده وضع مش يعني في اسر بتشتغل وكانت دايما مرتبه نفسها على ان هي موجوده وفي الشغل يعني، وبعدين وهم راجعين من شغلهم يجيبوا ابنهم او بنتهم او يستقبلوه لو كان في خلص مدرسته. دلوقتي هيبقى في يومين او ثلاثه الطالب ده قاعد في البيت. انا ممكن ما كنتش شرحت الكلمه ديت، لكن احنا مش من طبيعينا ان احنا نعمل كده. وبقول للدكتور مصطفى الموضوع ده محتاج يدرس مننا، هل نقدر نعمل للمراه العامله حاجه للموضوع ده؟ ندرسه، نقدر ندرسه ان احنا نقول ما احنا زي ما خفضنا الاعداد ديت اللي بتوصل للمدارس، ما احنا ممكن برضو في اطار ان احنا مخفضين الاعداد اللي بتبقى حاضره في الشغل، ان احنا نقول الاولويه هنا هتبقى للسيده اللي هي عندها اولاد في المدارس عشان نبقى حققنا النقطه. النقطه الثالثه او النقطه اللي مرتبطه بالتواجد ده هو موضوع الرياضه اللي الدكتور طارق اتكلم فيه، وانا كنت اتكلمت فيه قبل كده وقلت لكم خلي بالكم، انا لو عقل هائل والجسم مش قوي في هيبقى ده مش نقطة ضعف، نقطة ضعف، لأن احنا عايزين نستفيد والإنسان يستفيد بقدراته لأكبر وقت ممكن. ده ما ينفعش ان يبقى عندي يعني إنسان درجاته العلمية متميزة جدا جدا واللياقة الطبية أو الصحية أو البدنية أقل من كده. وده بالتالي نقطة برضه احنا بنحطها، ان ولادنا
موجودين في البيت لمدة يومين أو ثلاثة، ده عبء إضافي على النقطة دي يا دكتور طارق. ولازم إحنا كأسر مسؤوليتنا تجاه أبنائنا، موضوع الرياضة ده موضوع مهم، وكنت أتمنى إن إحنا نبقى حاطين من ضمن، ما أعرفش ده كان موجود ولا لأ، في المنهج شوية أنشطة رياضية بشكل لطيف. ممكن قوي الـ 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 يعني الولد والبنت يشغلوه على الحاسب وعلى الكمبيوتر يعني، ويعملوه ويلعبوا مع، ويبقى فيها شوية يعني حاجة تشجع على الموضوع دوت عشان يلعبوا، يمكن الأسر كمان تعمل تستفيد من الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. موضوع الرياضة للولاد والبنات في جميع مراحل الحياة، وخاصة في الفترة بناء الجسم، ده أمر في منتهى الأهمية ناخده. يتبقى جزء أخير حقوله فيما يخص المعلمين. أنا كنت قلت وبقولت دايما أن المعلم والطبيب دول بيقوموا بأهم وأقدس مهمة هي الإنسان. المعلم بيصيغ ويعلم أولادنا وبناتنا، والصحة بيقوم بعملية الحماية لهذه الصحة عشان تستمر. وأنا عايز أقول أن احنا قلنا ان الاعفاء الضريئي للمدرسين يبقى 60%، وده هيتحقق من اول السنه دي. الكادر بتاع العلاوات بيزيد من 10% ل 12% يا دكتور طارق. ثم طبعا الحافز الاضافي احنا زودناه من 150 ل 375 جنيه. هل ده كفايه؟ لا، انا بقول لدكتور معيط ولدوله الرئيس من فضلكم ادرسوا الموضوع دوت دراسه، ان احنا تحسين احوال المعلمين خلال هذه المرحلة يعني خلال، ويتعرض علينا هذا الموضوع وناخد فيه إجراء يا دكتور مصطفى، وناخد فيه إجراء. أنا بشكرك يا دكتور طارق مرة تانية، وطبعا متهيألي ممكن المصريين دلوقتي يبقوا راضين عنك، يعني ممكن يبقوا راضين عنك. شكرا جزيلا. شكرا.